صرح سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المعهد وبعد آخر اجتماع لمجلس أمنائه وسع نطاق جمهوره المستهدف ليشمل بذلك الطلبة. واستقبالا لرؤية المعهد الجديدة، فقد نظم ورشة عمل بعنوان المبتعث السفير، استهدفت الطلبة البحرينيين المقبلين على الدراسة في الخارج كمبتعثين، والتي استمرت لمدة أسبوع كامل بهدف تأهيلهم لأن يكونوا مبتعثين لديهم القدرة على تمثيل مجتمعهم بشكل إيجابي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. الطالب المبتعث للدراسة في الخارج هو سفير لوطنه ومجتمعه. من هذا المنطلق جاءت فكرة ورشة المبتعث السفير التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، والتي ركزت على 5 محاور هي المحور السياسي، المحور الإعلامي، المحور الحقوقي، المحور القانوني، والمحور الاجتماعي. في هذا العام أصبح التوجه بشكل أكبر بالإضافة إلى الفئات الأخرى الطلبة. فجاء برنامج المبتعث السفير نهدف من خلاله زيادة الوعي لدى طلبتنا المبتعثين في الخارج تجاه اعتزازهم بهويتهم بثقافتهم. لدينا تاريخ، لدينا ثقافة خاصة فينا، لدينا نظام سياسي فيه الكثير من الخصوصية البحرينية. لذلك من خلال هذا البرنامج راح يكون هناك عدد من المحاضرات اللي الطالب البحريني لما يذهب للخارج ينقل الصورة الواقعية والحقيقية والثقافة اللي يجب أنه يفتخر فيها. ورشة المبتعث السفير من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع كامل قبل سفر المبتعثين بشهر، حتى يتم تأهيلهم لأن يكونوا مبتعثين لديهم القدرة على تمثيل مجتمعهم بشكل إيجابي وباستطاعتهم الاندماج في المجتمعات الأخرى مع الحفاظ على الهوية الوطنية. البرنامج هذا يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين من أبنائنا الطلبة المبتعثين للخارج ليكونوا خير سفراء لوطنهم. البرنامج يدربهم على عدة نواحي، هناك محور حقوقي يعرفون حقوقهم وواجباتهم في بلدهم وبلد المضيف، بالإضافة إلى المحور السياسي يتعلمون فيه عن تاريخ البحرين الحديث وتاريخ البحرين القديم، وأيضا النظام السياسي البحريني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. نهدف من خلال هذا البرنامج لتكوين شخصية للطالب تكون قادرة على مواجهة كل التحديات اللي راح يتعرضون لها في مستقبل حياتهم التعليمية إن شاء الله والتدريبية. حتى البرنامج طموح، البرنامج جدا فعال، البرنامج يحظى باهتمام الجميع، وبالتالي نتوقع إن شاء الله أنه أيضا يكون له مردود إيجابي على الطلبة. هذه الورشة والتي من المقرر أن تطبق بشكل سنوي للطلبة المبتعثين جاءت ضمن مجموعة من البرامج التي يقدمها معهد البحرين للتنمية السياسية بهدف التعريف بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.